توقعاتك للفترة القادمة بصفة يعني عامة للحكم للجامعة، كيف تشوف المستقبل نتاع كرة القدم خاصة بعد ما شفنا قائمة ثلاثة تحت، كيف تشوف المشهد سيبوك؟ والله بصراحة الوضع صعب شوي لكن مش مستحيل، يعني أنا شخصيا نتصور يلزم على مستوى الوزارة مستوى الجامعة يكونوا لجان خاصة، لجان تفكير في جميع المستويات، لجان تفكير تحاول باش تلقى حلول وتعمل بحوث. مثلا أول حاجة نعملوها يفو ديجاجي ان بروفيل دي فوتبولور تونيزيان، اسكو الملاعب التونسي شنو خاصياته البدنية، شنو خاصياته الذهنية، شنو خاصياته التكتيكية، لازم نطلع ان بروفيل، على اثر هذا البروفيل نعملوا برامج على مدى طويل تخص تطوير. انا نحكي على الشبانة، ما تنجمش تنهض بكرة قدم اذا ما تعتنيش بالشبان، ما تعتنيش بالتكوين والتأثير والمتابعة على المستوى الطويل، لانه اليوم في كرة القدم العصرية في العالم كامل مش ممكن يعني نكون لاعب وهو يبدا يلعب في سنه اليوم يبداوا 6 5 6 سنين، من 5 الى 18 سنه الفتره هذه كل تساعد اللاعب باش يتكون على جميع مستويات فنيين تكتيكيين بدنيين ذهنيين معرفيين، يعني يوصل 18 سنه يكون جاهز. وعدد الساعات الاسبوعيه نتاع التدريب عنده تلعب دور كبير جدا، اثبت البحوث اللي الملاعب اللي يعدي اكثر عدد ساعات تدريب في الاسبوع هو عنده يعني امل اكثر باش يكون لاعب مستوى عالي. هذا في تونس لازم ندركوه باحداث مراكز تكوين، بتاثير المكونين، بتاثير تكوين مدربين على مستوى عالي، وادخال كذلك تكنولوجيا، يعني كل شيء بتكنولوجيا اليوم ما فيش نقاش. يعني لازم هذا على مستوى الوزارة على مستوى الجامعة اللجان هذوم يعني يفكروا يعملوا بحوث على مستوى الجمهورية الكل باش بور ديجاجي ان بروفيت دي فوتبولور تونيزيان على اثره ونجموا نبنيوا برشا حاجات.